بين الفينة والأخرى يظهر شخص ما تحكه أصابعه ليؤلف لنا كتابا تحت مسمى التنمية الذاتية أو البشرية، ويباشر في إعطاء المحاضرات وزرع الأوهام في النفوس عبر التطرق لأشياء بديهية باستخدام حركات بهلوانية غير مفيدة مع كثرة الصراخ. ملابسه الأنيقة وأسلوب عرضه المشوق والطاقة التي يصدرها إليك ستجعلك لا تهتم كثيرا بمعرفة حقيقة النجاح من كل زواياه. والذي يقوم على الجهد والمحاولة والصبر والكد والتعب والعمل والمعرفة. وغالبا ستكتفي بالاقتناع بأن استعدادك النفسي للنجاح سيجلبه إليك على طبق من ذهب ومن دون الحاجة لأن تبرح مكانك، وأن الفشل هو جزء من النجاح دون أن تحلل مكامن هذا الفشل. أولئك الأشخاص يمكن تسميتهم بمشعوذي هذا العصر، لا بمدربي التنمية البشرية. أناس يعجزون حتى عن ترتيب غرف نومهم ويمتهنون بيع الأوهام للعامة سيحاولون بشتى الوسائل إقناعك بأن الدجاجة إذا وثقت بنفسها ستتمكن من الطيران وستتفوق على الصقور، وأن حضور جلساتهم سيحولك إلى شخص إيجابي يضمن النجاح دون مطبات. شجعتهم على ذلك ملايين تستثمرها الشركات في ندوات تحفيزية تزينها مئات من الكتب التي تتغلف بعناوين مثيرة حول أسباب السعادة والنجاح لتحقيق مكاسب مالية وراءها. غير أن العديد من الخبراء وعلماء النفس أكدوا أن الكثير من استراتيجيات التنمية البشرية عديمة الجدوى تماماً، بل إن نتائجها عادة ما تكون عكسية، فهي في رأيهم ليست سوى مجموعة من الأكاذيب والأوهام. ومثال على ذلك زعم بعض مدربي التنمية البشرية بأن المال لا يشكل حافزا على النجاح، وهي أطروحة مثيرة للشفقة. أكد علماء النفس كذبها وأكدوا بأن دماغ الإنسان يزداد إنتاجية ونشاطا إذا ما علم بأن هناك مكافأة مالية ترصد له. وكذلك أطروحة الثقة بالنفس، حيث أكد عالم النفس ستيفن كيرشنر عدم فاعليتها في كثير من الأحيان لأن مراجعة النفس والشك مفيد أكثر أحياناً. كل هذه المعطيات تندرج ضمن ما يسمى بقانون الجذب، حيث ينص على أن كل ما تفكر فيه سيتحقق لك من دون أن تبرح مكانك. وهي نظرية أقرب للخرافة من المنطق، حيث لا يوجد دليل علمي داعم لها إلا إذا تم ربطها بالفقه الشرعي. يقول الحق عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فليظن بي ما شاء. التنمية البشرية من مبتدأ الكلام إلى مكتمل الخبر هي التحلي بالإيجابية مع توخي الاستعداد للأسوأ. فمن يريد العسل فليصبر على لسع النحل، لأن هذا العسل لن يكون على شكل خزعبلات تنتقل عبر الأثير من كل من يريد المتاجرة بأحلام الناس لقاء مبلغ من المال.